السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. مكملين مع بعض في الحلقات الـ OSPF. إن شاء الله بإذن الله هناخد لاب رقم 13. المحاضرة النهاردة بعنوان OSPF Intermediate Configuration. تعالوا نشوف بقى إيه هناخد النهاردة. طبعا احنا هنحل مع بعض لاب 13، دي التوبولوجي بتاعت لاب 13. تمام، الفكره ان دول الفايف راوترز اللي انا اشتغلت عليهم المحاضره اللي فاتت، فقط انا عملت اكستند، مديت راوتر 2 الى راوتر 7. راوتر 7 عندي متصل ب 192.172 دوت تقريبا. الصوره هنا مش واضحه او مش كامله يعني. المفترض راوتر 7 متصل ب 4.0 5.0 6.0 7.0، لكن 4.0 مش واضحه. تمام، anyway هنشوفها طبعا في التوبولوجي. راوتر 6 برضو نفس القصه، وراوتر 10 مديت راوتر 5 الراوتر 9 وراوتر 9 الراوتر 10 وراوتر 10 الراوتر 11 راوتر 10 11 متصل ب 4 انترفيسز. الاجمالي عندي ان انا عندي هنا اريا 0 فوق في اريا 3 اريا 2، طبعا راوتر 4 وراوتر 2 وكذلك راوتر 5 هيعتبروا اي بي ار. تمام، راوتر 9 متصل براوتر 10 وهنا النتورك اللي في النص دي اريا 4. تمام، فطبعا عشان اوصل اريا 4 باريا 0 لازم اعمل ايه؟ فيرتشوال لينك. ما ينفعش طبعا التوبولوجي تكون بالشكل ده، لازم اوصل كل اريا باريا 0 حتى ولو فيرتشوالي. فطبعا انا هوصل اريا 4 باريا 0 عن طريق اني بعمل فيرتشوال لينك ما بين راوتر 9 وراوتر 5، او الراوتر اللي ما بين، او الاي بي ار اللي بيربط اريا 1 باريا 4 والاي بي ار اللي بيربط اريا 1 باريا 0. لان قد يكون مثلا ممكن يكون ما بين راوتر 9 وراوتر 5 شويه راوترات في النص، واخدين بالكم؟ فانا باخد من يعني ايه الاي بي ار هنا والاي بي ار هنا، الرابط ما بين اريا 4 واريا 1 والرابط ما بين اريا 1 واريا 0. وكذلك هعمل فيرتشوال لينك ما بين اريا 10 واريا 9 عشان اربط اريا 5 بايه؟ برضه باريا 0. تمام، طيب لان انا اريا 4 هتعامل معامله اريا متصله مباشره باريا 0 بعد ما اعمل فيرتشوال لينك ما بين راوتر 9 وراوتر 5. فطبعا اما اشتغل عايز اربط بقى اريا 5 باريا 0 هربطها، هعمل فيرتشوال لينك ما بين راوتر 10 وراوتر 9. راوتر 10 هيمثل عندي الاي بي ار بيربط ما بين اريا 5 واريا 4، وراوتر 9 هنا هيمثل بقى اي بي ار يربط ما بين اريا 4 واريا 0، لان انا اصلا مسبقا ربطت ايه اريا 4 باريا 0. يعني اتمنى الحته دي تكون يعني دي بيسموها اندايركت فيرتشوال لينك، فاتمنى تكون الحته دي مفهومه. كذلك هعمل ريديستريبيوشن من الريب كونفيجر او نتوركس الريب انتو الاو اس بي اف. طبعا ار 3 هنا هيمثل لي اي اس بي ار اي اس بي ار. طبعا انا هعلن عن النتوركس الريب انتو الاو اس بي اف بري ديستريبيوشن طبعا، وكذلك نتوركس الاو اس بي اف هعلن عنها ل ار 7 تقريبا اللي تحت ده، او مش عارف ار كام ده، برضه بري ديستريبيوشن من الاو اس بي اف الريب. تمام، طيب فدي المطلوب مننا في اللاب رقم 13 اني اكمل كونفيجريشن الاو اس بي اف على الارياز، وكذلك اعمل فيرتشوال لينكس واعمل ريديستريبيوشن. طيب نبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بدايتي هتكون من عند راوتر 4 اي بي ار هنا، اوكي. طبعا انا لغيت النتوركس اللي كانت متصله باريا فوق براوتر 4 اللي هي 192.168.0.32 حسب ما اعتقد او اتذكر، دي لغيتها بقى خلاص. انا يعتبر بقى راوتر 4 طالع ب 1 لينك بوينت 1 لينك على راوتر 6. الاي بي هات طبعا لو رحت راوتر 6 الاقي الاي بي هات، انا مدي الاي بي هات، فشغلك كله هيبدا من اول راوتر او اس بي اف. تمام، على كل راوتر اروح الراوتر 4 كونفي تي دو شو ران سيكشن راوتر او اس بي اف. خلي بالكم اللاب ده الناتج من اللاب بتاع المره اللي فاتت. تمام، دي النتوركس. طبعا انا الاعلان ده ملوش اي لازمه او اي قيمه بالنسبه لي، سواء انا سبته او شلته مش هيفرق معايا في حاجه، لان انا ما عنديش نتورك 192.168.0.32 عند راوتر 4. تمام، اوكي، انا هعلن بقى عن الشبكه دي على راوتر 4 نتورك 10.0.0.32.0.0.0.3 اريا كام؟ اريا 2. تمام، وبعدين هروح الى راوتر 6 كونفتي راوتر او اس بي اف 1 نتورك، هعلن عن الايه الفور نتوركس دول. تمام، نتورك 192.16.0.0.0.0.3 اريا، انا اسف، 0.0.0.255 اريا كام؟ اريا 2. تمام، ومره واحد ومره هنا اثنين ومره ثلاثه، اوكي. وبعدين نتورك 10.0.0.32.0.0.3 اريا كام؟ اريا 2. مفترض يبقى راوتر A 6 يربط، بس اعمل راوتر اي دي 4 6. مفترض راوتر 6 يربط مع R 4، اوكي.
كده الى ار 6 ممكن نعمل دو ديباج اي بي او اس بي اف ايفنتس. نمبر 2 واي وريسيفد. تمام، يعني هو مفترض بدأوا لو جيت عملت دو شو اي بي او اس بي اف نيبر او نيبر اهو وصل للتو واي مع الراوتر. هما واقفين عند التو واي مش بيتحركوا. سند دي بي دي. تمام، بدأوا اهو، بدأوا عظيم، خلاص تمام، عظيم جدا. لو دو شو اي بي او اس بي اف نيبر اهو فول ستيت، ممكن نعمل ده هنا بقى دو اون ديباجو، عظيم. طيب لو انا جيت كتبت دو شو اي بي راوت، هنا هيظهر لي بقى النتوركس اي 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 هنا انتر اريا. اوكي، او اس بي اف انتر اريا، تمام. يعني دي ال 10.0.0.8، يقول لك مثلا راوتر 6 انا عارف 10.0.0.8 اللي هي فين، اللي هي دي، تمام، لان راوتر 4 اعلن عن النتورك دي جوه الى راوتر ايه، الى راوتر 6. اوكي، بانتر اريا يعني النتورك دي اللي مكتوب جنبها او اي اي، يعني النتورك دي في اريا بره الاريا اللي فيها راوتر 6. واضح؟ طيب كلام جميل. لو جيت عملت بس دو شو ران انترفيس لوب باك 0، انا كاتب طبعا في كل تحت كل انترفيس لوب باك عندي اي بي او سبيف نتورك بوينت تو بوينت عشان ما يقراش النتوركس على انها سلاش 32. اوكي، انا كده خلصت راوتر الاريا 2. تعالوا نطلع الى راوتر 2 هنا بقى في اريا 3. كونف تي راوتر او اس بي اف 1 نتورك. نتورك ايه بقى؟ نبص هنا، ماشي، نتورك 10.0.0.44.0.0.0.3 اريا كام؟ اريا 3، تمام. وبعدين اروح الى راوتر 7 كونف تي راوتر او اس بي اف 1. ممكن نعمل هنا راوتر اي دي 4 7، وبعد كده نتورك. ممكن لان راوتر 7 كل الانترفيسز اللي عليه في اريا 3، صح ولا لا؟ فانا ممكن اقول نتورك مثلا، او طالما راوتر 7 ده مش اي بي ار راوتر، ممكن ايه ولا اي اس بي ار، ممكن اكتب نتورك 4 اصفار راوتر 55، هيعرف كل الانترفيسز اللي عند راوتر 7 اريا 3. طيب اوكي، استنى بقى ايه شويه، دو شو اي بي او اس بي اف نيبر 2 واي برضو، بس هنستنى لحد ما اول بقى ما ايه ما يعملوا كوميونيكيشن. اروح الى راوتر 5، تمام، راوتر 5 يا سيدي، راوتر او اس بي اف 1 نتورك 10.0.0.40.0.0.0.3 اريا 1، اريا 1. بعدين هروح الى راوتر 9 كونف تي راوتر او اس بي اف 1، تمام، هعلن عن النتورك 10.0.0.40.0.0.3 في اريا 1، وبعدين هعلن عن النتورك 10.0.0.48 اللي هي فين؟ اللي هي على يمين راوتر 9 في اريا 4، في اريا 4، تمام. ثم برضو هكتب راوتر اي دي 49، راوتر اي دي 49، دو كلير اي بي او اس بي اف بروسس، يس، تمام. وبعدين هروح الى راوتر 10 برضو كونف تي راوتر او اس بي اف 1 نتورك، الاول بس راوتر اي دي، بعدين نتورك 10.0.0.48.0.0.0.3 في اريا كام؟ اريا 4. بعدين نتورك 10.0.0 دوت كام بقى؟ 52.52.0.0.0.3 اريا كام؟ اريا 5، تمام. وبعدين هروح الى الراوتر 11، راوتر 11 بما ان هو مش اي بي ار ولا اي اس بي ار راوتر، ممكن اكتب راوتر او اس بي اف 1 بس بعد الراوتر او اس بي اف 1 بعد راوتر اي دي 11، 11 11، ممكن اكتب بقى نتورك 4 اصفار 4255 على اريا كام؟ على اريا 5، اريا 5، عظيم. طيب لو رحت كده الراوتر 2، راوتر 2 طبعا ربط مع راوتر 7، عظيم. تعالوا مثلا من راوتر 6، اوكي، نبينج على لو جيت عملت مثلا راوتر 6 الاول دو شو اي بي راوت، ولو عايز افلتر جدول الراوت او اس بي اف، تمام، يعني هنا هفلتر شو اي بي راوت، يعني هفلتر النتوركس الراوتر 6 يعرفها ثرو او اس بي اف في الايه، في الراوت راوتنج تيبل، تمام. هو قاري النتوركس بتاعت راوتر اي 7، واضح، اللي هي 4 و5 و5 و6 و7 اهو قاريها، ولكن هو مش قاري النتوركس بتاعت راوتر 11. ليه؟ لان اريا 5 مش متصله مباشره باريا 0. فالحل عندي اعمل ايه؟ اربط الاول اريا 4 فيرشوالي باريا 0،
تمام، ده عن طريق اني اعمل فيرتشوال لينك ما بين راوتر 9 وراوتر 5، وبعدين اربط اريا 5 باريا 0 فيرتشوالي عن طريق ربط عن طريق اعمل فيرتشوال لينك ما بين راوتر 10 وراوتر 9. تمام، فانا هعمل اول فيرتشوال، يعني هعمل 2 فيرتشوال لينكس عندي. فاول فيرتشوال لينك هعمله ما بين راوتر 9 وراوتر 5 عشان اربط اريا 4 باريا 0، هعمل ايه بقى؟ لاحظوا بس قبل اي حاجه، ان انا لو جيت دخلت على راوتر 10 دو شو اي بي راوت او اس بي اف، هو مش عارف الا النتوركس بتاعت راوتر 11 فقط، تمام، بس مش عارف حتى النتورك دي. اوكي، ده راوتر 10. لو جيت راوتر 9 دو شو اي بي راوت او اس بي اف، مش عارف النتوركس يعني اري راوتر 9 هنا فين؟ راوتر 9 هو المفترض هنا اري النتوركس. راوتر 9 قاري فعلا النتوركس الموجوده، تمام، هنا، ولكن طبعا راوتر 10 مش قاري لان اريا 4 مش متربطه مباشره مع اريا 0، نربطها فيرشوالي بقى. روح راوتر 9، خلي بالكم اللعب هنا هيكون على الاي بي ار اللي بيربط اريا 4 باريا 1، والاي بي ار اللي بيربط اريا 1 باريا 0. مين اللي بيربط اريا 4 باريا 1؟ راوتر 9. هروح راوتر 9 اللي انا واقف عليه، هكتب راوتر او اس بي اف 1 وبعدين فيرشوال اريا الاول، اريا ايه بقى؟ اريا 1، تمام، فيرشوال لينك، اربط فيرشوالي اوفر اريا 1. مين بقى مع مين؟ مع الراوتر الاي بي ار اللي على الناحيه الثانيه اللي رابط اريا 1 باريا 0، اللي هو راوتر 5 اللي هو الراوتر اي دي بتاعه 45، تمام. بعد كده هروح للراوتر 5 برضو اريا 1 فيرشوال لينك، اربط مع الراوتر اي دي بتاعه 4 9. تعال بقى نروح للراوتر 10، تمام، تو شو اي بي راوت. اهو بصوا، ارى راوتر 10 هو 10.0.0 ده 40، تمام، اوكي. هنا بقى راوتر 10 ارى خلاص النتوركس اللي على راوتر 7 وكذلك النتوركس اللي على راوتر 6، ولكن انا لسه بقى ما ربطتش اريا 5 باريا 0 فيرشوالي. ده عن طريق ان اعمل فيرشوال لينك يربط ما بين ايه؟ راوتر 10 وراوتر 9، او الاي بي ار اللي ما بين 4 و5 والاي بي ار اللي ما بين ايه؟ 4 و1. اللي ما بين 4 و5 اللي هو راوتر 10. هروح على راوتر 10 واكتب اريا 4 فيرشوال لينك، اربط مع 4 9، وبعدين اروح الراوتر 9 اكتب فيرتشوال لينك، لا اريا الاول، اريا 4 فيرتشوال لينك، اربط مع الراوتر اي دي بتاعه 4 10، تمام. ربطت كده الراوتر 11 ودو شو اي بي راوت، تمام. لسه راوتر 11 اهو ما قراش النتوركس اللي على راوتر 7 ولا النتوركس اللي على راوتر 6. نعمل مره ثانيه قراها اهي، تمام. خلي بالك ان انا ممكن مثلا على راوتر 10، انا خلي بالكم على راوتر 9 عامل ايه؟ 2 فيرتشوال لينك. فاول فيرتشوال لينك خد رقم 0، بيقول لك ايه؟ بيقول لك بروس 1 نيبر 4 5 اون اوس في فيرتشوال لينك 0، يعني راوتر 9 ربط مع بفيرتشوال لينك رقمها 0، تمام، مع الراوتر اللي الراوتر اي دي بتاعه او مع الاي بي ار اللي الراوتر اي دي بتاعه 4 5، تمام. لو جيت على الراوتر 9 وعملت ممكن اكتب ايه؟ شو اي بي او اس بي اف فيرتشوال لينكس، تمام، ادي رابط اهو فيرتشوال لينكس، ادي بيقول لك ايه؟ نكبر شويه اهو اهو، تمام. فيرتشوال لينك او اس بي اف فيرتشوال لينك رقم 1 اللي هو 2 راوتر 4 10، تمام. اوكي تمام، بيقول لك اهو الهلو الديد والويت، اوكي. وبعدين برضو فيرتشوال لينك 0 رابطها رابط راوتر 9 مع الراوتر اللي الراوتر اي دي بتاعه 4 5، تمام، عظيم جدا. طيب لو انا رحت الى راوتر، تعالوا نرجع الى راوتر 6 مثلا، هو راوتر 6، احنا ناس بقى المفترض خدنا انواع ال ال اس ايز والقصه دي، شو اي بي او اس بي اف داتا بيز، او اس بي اف داتا بيز. اها بصوا بقى يا شباب، نتكلم ايه بالراحه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الادفرتايز راوتر 4 4 واربع ستات، 4 R6 اللي هو راوتر 6 ذات نفسه واربع اربعات، تمام. ده الراوتر لينك ستيت، ده اللي هو الراوتر لينك ستيت، ده اللي هو لينك ستيت اللي هو تايب 2، ده المفترض اللي هو التايب 2. تايب 1 ده اللي هو النتورك، اللي هو النتورك لينك ستيت اهو، ده اللي هو تايب 2، ده تايب 1 اهو، اوكي. وبعدين بيقول لك السمري نتورك لينكس اهو، سمري نتوركس لينكس، يقول لك ان 4 4 از ان اي بي ار بيعلن لدي الايه؟ كل النتوركس اللي هو شايفها دي، تمام. فطبعا تخلي بالكم راوتر 6 يعني دي كل النتوركس الموجوده بره النطاق بتاع اريا 2، راوتر 6 شايف الخريطه كلها زي ما احنا قلنا، تمام. طيب كلام جميل جدا. ممكن اكتب شو اي بي اي بي او اس بي اف 1 بوردر راوترز،
بيقول لك ان الاربع اربعات الراوتر اللي الراوتر اي دي اربع اربعات اللي هو ده تمام بي اوبريتس از اي بي ار تمام اي بي ار تمام. طيب كلام جميل حلو، تعالوا بقى نكمل. بيقول لك اعمل لي ريديستريبيوشن. طيب الاول تعالوا نعمل ريب ما بين راوتر 3 وراوتر 8 تمام، ريب ما بين راوتر 3 وراوتر 8. فانا لو دخلت على الراوتر 3 الاول بس اعمل شو ران سيكشن راوتر ريب، مش عامل طبعا راوتر ريب هنا، كونف راوتر ريب بعدين فيرجن 2 نو اوتو سامري، وبعدين هكتب نتورك، هعرف هعمل ادفرتايز في اتجاه ايه، اتجاه النتورك دي بس مش النتوركس اللي فوق لان دول او اش بي اف تمام 10.0.0.36 اوكي. بعدين بعدين الراوتر بس كده، وبعدين هروح الى راوتر 8، هخلي بقى راوتر 8 يعلن راوتر او راوتر ريب فيرجن 2 نتورك لا نو اوتو سامري، وبعدين نتورك يعلن عن نتورك 10.0.36، وبعدين ممكن بقى اكتب 172.16.0.0 172.16.0.0. طبعا هو هياخد كل النتوركس اللي هي بتبدا 172.16 تمام عظيم حلو. اروح الى راوتر 3 واعمل دو شو اي بي راوت ريب، اهو راوتر 3 ايرور نتوركس الريب الى المتصله على راوتر 8. طيب كلام جميل كلام جميل كلام جميل. طيب لو انا رحت مثلا الى راوتر 5 حلو، ولو جيت رحت على راوتر 5 تمام ورحت كتبت دو شو اي بي راوت، شو دو شو اي بي راوت او اس بي اف، هل راوتر 5 يعلم اي شيء عن النتوركس المتصله براوتر 8 اللي هي 12.0.13.0.14.0.15.0؟ لا تمام، ادي الحاجات اللي بتبدا باول 172 تمام. ممكن اعمل على فكره كده شو، بصوا يا شباب شو اي بي راوت تمام، وندخل 172.16.0.0 تمام، وبعدين النتورك ماسك 255.0.0 اوكي اوكي 255.0 تمام. ممكن longer prefixes اهو، بصوا يا جماعه ده كل النتوركس اللي راوتر 5 يعرفها بتبدا ب 172.16 تمام اهو اوكي، دي كل النتوركس اللي هو يعرفها، هل موجود فيها 12 13 14 وهكذا؟ مش موجود. لا هنا بقى عشان ده ريب وده اتش بي اف، الاثنين يعني هيعملوا يعني راوتر 3 هيراوت النتوركس بتاعت الريب انتو الاتش بي اف والعكس ازاي؟ ده عن طريق الريدستريبيوشن. تعالوا بقى نعمل الريدستريبيوشن، طبعا في محاضرات مستقله هنتكلم فيها عن الريدستريبيوشن بشكل مستفيض وكذلك ككلام نظري وكلام عملي، فاحنا هنعمل الريدستريبيوشن بسرعه كده تمام. فانا هخش على انا راوتر ريب على راوتر 3 اهو، طبعا الريدستريبيوشن هيتعمل عند ايه؟ راوتر 3 اللي هو الاي اس بي ار تمام. ف هكتب ريديستريبيوت من الاو اس بي اف للاريا اللي البروسيس اي دي بتاعه 1، والمتريك هيعلن عن المتريكس بتاعت الريب انا اسف هيعلن عن المتريكس بتاعت النتوركس الريب انتو الاو اس بي اف برقم مثلا 9 نمبر اوف هوبس 9 تمام. فالمفترض طبعا بصوا بقى راوتر 8 لو كتبت له شو اي بي راوت ريب بصوا عارف النتوركس اهي 9 المترك هنا ايه 9 بيستلم الاعلان من راوتر 3 9 عظيم. طب بعدين اروح للراوتر او اس بي اف 1، طبعا انا لو رحت للراوتر 5 مش هيعرف برضو النتوركس اللي هي 12 13 14 15 لاني ما عملتش، انا عملت الديستريبيوت من النتوركس الاو اس بي اف انتو الاو انتو الريب، لكن من الريب الاو اس بي اف لسه بقى تمام. فاروح للراوتر 3 راوتر او اس بي اف 1 بعد كده ريديستريبيوت ريب تمام سب نتس عشان يعلن عن النتوركس الكلاسلس، وبعدين ادوس انتر. تعالوا نروح الى راوتر 5 كده، لسه لسه اهو 12 و13 و14 و15 ظهرت صح ولا لا؟ كده عملت الاي ريديستريبيوشن، كده بقى يصبح ار 3 بالنسبه للراوترز كلها اي اس بي ار. لذلك لو انا رحت الراوتر 6 اللي انا كنت عليه، فاكرين اما رحت عملت كده على راوتر 6 شو اي بي او اس بي اف هنا ورالي اللينك ستيت تايب 2 واللينك ستيت تايب 1 وراني اللينك ستيت تايب 3 تمام. طيب في لينك ستيت تايب 4 وتايب 5 تايب 4 وتايب 5 فين بقى القصه دي؟ لو جيت عملت شو اي بي او اس بي اف او اس بي اف داتا بيس بقى اهو السمري اي اس بي ار لينك ستيتس اها ده اللينك ستيت تايب 4 وده اللي تحت اللينك ستيت تايب 5 هو كاتب لك تايب داش 5 تمام. دي النتوركس اللي راوتر 6 يعرفها
عن طريق الاي اس بي ار اللي هو راوتر 3. واضح؟ طيب كلام جميل. وعشان كده بيقول لك ان الادفرتايز راوتر اللي بيعلن عن النتوركس دي تمام هو مين؟ الراوتر اللي الراوتر اي دي بتاعه 4 3. لذلك لو جيت عملت شو اي بي او اس بي اف او اس بي اف بوردر راوترز هلاقي ان انا مقيد عندي 4 4 اي سمول ده يعتبر هنا اي بي ار والراوتر اللي هو 4 3 اي كابيتال اي اس بي ار تمام. طيب تعالوا بقى نتست. لو جينا عملنا مثلا بينج من راوتر 6 الى 192 14.0.1 لا ده 16.14.0.1 اهو بيبينج تمام. لو جيت تريس راوت 172.16.14.1 اهو تريس راوت بيروح ل 10.0.0.33 اللي هو راوتر 4، بعد كده راوتر 4 بياخده ل 10.0.0.10 اللي هو راوتر 3، بعد كده راوتر 3 بينتهي بيه عند 10.0.0.38 اللي هو راوتر مين؟ اللي هو راوتر 8. طيب ده كلام جميل جدا. في اللاب النهارده حلينا على افكار الاو اس بي اف مالتي اريا، وكذلك خدنا الاكستندد اريا الفيرشن لينكس، خدنا الدايركت فيرشن لينكس اللي هو ربط اريا 4 واريا 0، والان دايركت فيرشن لينكس اللي هو ربط اريا 5 باريا 0 عن طريق اريا 4 واريا 1، وكذلك خدنا الريديستريبيوشن من الريب للاو اس بي اف. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.